أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا وجبالا أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سبابا وجعلنا لنا لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء دجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات نفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم فكانت مصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا فقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أضلناكم عذابا قريبا يوم يضر مرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجبة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أهلا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى قال هنا يتكبر فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا للسماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
بكم فإذا جاء وبرزت الجحيم لما يرى فما مطغى وها ثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك متهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس أضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره مرفوعة مطهرة لأجل سفرة كرام فررة قتل لسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء يظهر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبته مشقة الأرض شقة فبدنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأهبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصاخة يوم يفر المرء من كل امرئ يومئذ شان يومئذ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستشيرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة البشرة إذا الشمس كورت البشرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كثرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النهار سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أصيبت علم نفس ما أحضرت فلا أقسم بخنس جوارب الناس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاء السماء فطرت وإذا كوى
الغيب نثر فإذا البحار فشر فإذا قبار بصر الحليم نسما قدم ما خرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك كريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لا متكذبون بالدين وإن عليكم حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لصلها يوم الدين وما هم عنها لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ولل المطففين والأمر يومئذ لله ولل المطففين الذين إذا كانوا على الناس يصفون وإذا كانوهم كتاب بشار نفس الشيء وما أدراك ما سجل كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مقام يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخصوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافس ومزاجه من السامع لا يشرب بها مقرضات إن الذين أشربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا راهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما وصلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما إذا السماء انشقت يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وأبقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ملاقيه فما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير ويقلب إلى أهله مسرورا
بالشبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتكهن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز وبطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو غفار ودود ذو العرش المجيد فحال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء القرآن المجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق محفوظ والسماء والطارق وما أتاك من طارق النجم الثاقب وكل نفس لما عليها حافظ فينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنه على رجعه لقادر يمد الصرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات صغيره لخل بصر وما هو من هزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا مهل الكافرين أمرهم رويدا صدق الله العظيم.